لو الحكاية فيها إن فيجو إذا بتعدي إلى استنشاقها واحد طعام كتيرة جدا، وبعض السيدات بتكون بتتذوق الطعام بطرف لسانها في هذه الحالة، هل صيامها صحيح؟ أولا أقول للسيدة التي تقف في المطبخ لتعد الطعام للصائمين، سواء كانت صائمة أم غير صائمة، لك أجر الصائمين جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القائم على الصائم له مثل أجر الصائم. فلو كانت السيدة مثلا حائض أو نفساء أو لها ظروف وليست صائمة وتعد الطعام للصائمين فلها أجر الصائمين، هذا أولا. ثانيا شمها لروائح الطعام ليس فيه شيء إطلاقا، حتى وإن وجدت في نفسها شيئا ليس فيه شيء، ولا يفطر الصائم والصيام صحيح. تذوقها للطعام، قال ابن عباس لا بأس أن يتذوق الإنسان الطعام ثم يمجه، يعني تتذوق بطرف لسانها، أو يتذوق بعض الرجال يعملون في الفنادق أو يعملون في أماكن والمطاعم، فيجوز لهم التذوق الطعام ثم يمجه، يعني يخرجه ولا يبتلعه.